السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، فيديو جديد، طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه. أعرف أسرار المحلات. الأرز باللبن من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثيرين، ما يجعل الأمهات تبحثن عن طريقة تحضيره بالوصفات المختلفة. ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه. تتطلب طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه خطوات بسيطة على خطى الشيف أميرة شنب في برنامجها الذي يعرض على قناة CBC سفرة، والتي جاءت كالتالي: كوب أرز، 2 كوب ماء مغلي، 2 قرفة عود، ربع كوب سكر، 500 ملي لبن، نصف كوب قشطة بلدي، 500 ملي كريمة، ملعقة صغيرة فانيليا بودرة، 5 فصوص مستكة، ملعقة كبيرة نشا، كريم شانتيه بودرة، بودرة آيس كريم فانيليا، ربع كوب فستق مجروش، ملعقة كبيرة قرفة. خطوات التحضير: يتم غسل الأرز جيدا، إضافة الماء في إناء عميق على النار حتى يغلي، إضافة الأرز المغسول إلى الماء المغلي، تقليب الأرز على نار متوسطة حتى ينضج تماما. يتم تصفية الأرز من الماء واتركيه جانبا. طهي الأرز باللبن: يتم إضافة الكريم شانتيه إلى الخليط وقلبي جيدا، ذوبي النشاء في الماء ثم إضافته إلى الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه كثيفا. بعد ذلك يتم إضافة الآيس كريم والمكسرات إلى الخليط. يتم وضع الأرز باللبن في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين قبل التقديم. طريقة عمل الأرز باللبن: 2 كيلو لبن، كوب أرز مصري، كوب لبن بارد، 2 معلقة كبيرة نشا، 2 معلقة كبيرة كريم شانتيه بودرة، ملعقة صغيرة فانيليا سائل. طريقة التحضير: إضافة اللبن مع الأرز المغسول بعد تصفيته جيدا من المياه داخل حلة على النار. يترك الأرز مع اللبن ليغلي ثم يضاف إليه السكر والفانيليا. يتم إذابة النشا مع الكريمة البن اللبني ثم يضاف إلى الأرز في آخر فترة التسوية ويترك على النار حتى ينضج تماما. يذوب السكر مع الماء على النار ثم يضاف بشر البرتقال القراميل.